أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، ومعنا في نقل مباشر ومن خلال هذا الرابط ما بيننا وما بين العقبة الأستاذ شرحبيل ماضي، مفوض السياحة والاستثمار في العقبة. صباح الخير أستاذ شرحبيل. صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الربيع الحلو، يبدو أنه في هواء، بس هواء جميل، طقس جميل بالعقبة الآن ولا لا؟ طقس العقبة الآن طقسها بدعو كل الأردنيين لزيارته، فالحمد لله رب العالمين. اليوم الشمس نوعا ما حامية، بالإضافة إلى نسمة هواء باردة وعليلة. إذن شو المشاريع أو العناصر جذب أو العروض الموجودة الآن في العقبة لجذب السياحة خصوصا الداخلية للعقبة؟ سيدتي الكريمة، أول شيء صباح الخير، يعطيكم ألف عافية في برنامج يوم جديد. طبعا إحنا في شهر 2 بدأنا برنامج العقبة تعال على الدفا، وهو برنامج ترويجي كان الهدف منه إنه دعوة الأردنيين لزيارة العقبة والاستمتاع ببحرها وبشمسها وبجمال العقبة. الحمد لله رب العالمين، البرنامج لقي نجاح مقبول نتيجة الأسعار المميزة اللي تعاون معنا القطاع الخاص بكل فئاته، بكل تصنيفاته، الخمس نجوم، الأربعة، الثلاثة، الاثنين، والمطاعم والمولات، بأنها أعطت عروض تشجيعية لأول مرة تطرح في المملكة الأردنية الهاشمية، بأنه العقبة لم يعد سعر الفندق فيها هو عائق أمام الأردني لزيارتها. يعني شو الآن في عروض الحمد الآن؟ لله رب العالمين الحركة السياحية. تفضلي. شو في عروض الآن أستاذ شرحبيل نقدر نعطيها للي عم بيشاهدونا اللي حابين يقضوا أوقات، خصوصا إحنا داخلين على عطلة عيد عشان عيد الفصح المجيد؟ بالتعاون مع هيئة ترشيد السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم بتراء، برضو حملة الأردن أحلى اللي برضو بتقدم عروض للأردنيين مدعومة هذا الدعم يقدم بشكل دعم نقدي لكل مواطن بينزل في أي فندق ب70 دينار، يدفع المواطن الأردني 35 والباقي يدفع من قبل الدعم المقدم من وزارة السياحة وهيئة السياحة والجهات الأخرى. فهذه دعوة لكل أردنيين للاستفادة من برنامج الأردن أحلى اللي نظمته وزارة السياحة الآن لزيارة البتراء والعقبة والاستمتاع بهذه الفترة الجميلة من السنة. طبعا هذه البرامج ترافقها العديد من الفعاليات الشعبية اللي من أهمها بزار العقبة تاريخ وحضارة، الأردن تاريخ وحضارة، اللي راح يبدأ من 16 ولغاية 18/4، وراح يكون في موقع مميز اللي هو نادي اليخوت الملكي. هذا البازار مدعوم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برنامج تعزيز الإنتاجية إرادة، والاتحاد النسائي الأردني، وجمعية صناع الحرف التقليدية، بالإضافة إلى بعض الراعيين. سيشارك فيه تقريبا 100 حرفي من كافة مناطق المملكة، قراها ومدنها، راح يقدموا كل ما لديهم من تاريخ وحضارة عن الحرف التقليدية والأعمال اليدوية. طب كيف ممكن ينعكس بشكل إيجابي هذا البازار على السياحة في العقبة؟ انعكاسه أنه أولاً راح يعمل على إطالة مدة الإقامة وتعريف الأردني بالحرف التقليدية بكافة من كافة مناطق المملكة. نوعاً ما هذا البازار يعني ما بدي أقول لأول مرة يقام في المملكة بهذا الحجم، ولكن هو يمكن يكون من أكبر هذه البازارات، لأنه لما بنحكي عن 100 مشارك ب100 حرفة بحرف جديدة، يعني هذا راح يكون جاذب كبير لقطاع السياحة، بالإضافة للفعاليات الأخرى اللي تقام في العقبة تزامنا مع هذا البازار. احنا بنشكرك أستاذ شرحبيل ماضي، مفوض الاستثمار والسياحة في العقبة.